شكرا لمعلقنا المتميز والممتع الكابتن محمد عفيفي. بسبعة أهداف مقابل هدف تنتهي المباراة الودية بين الأهلي وسمنود. في الدقيقة الأولى من عمر المباراة يسجل للنادي الأهلي اللاعب كريم فؤاد من تمريرة عرضية أكثر من رائعة من اللاعب حسين الشحات، ثم يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي على طريقة ميسي. اللاعب أحمد عبد القادر يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي بطريقة أكثر من رائعة وبمهارة عالية، ويسجل الهدف الأول له في المباراة والثالث للنادي الأهلي اللاعب حسام حسن. قبل هدف حسام حسن يسجل الهدف الوحيد من سمنود من خطأ شخصي اللاعب محمد خالد، ويضيف للنادي الأهلي الهدف الثالث اللاعب حسام حسن من متابعة جيدة، والهدف الرابع للنادي الأهلي عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر اللي ظهر النهاردة بشكل مميز، هدف فيه مهارة عالية. الهدف الخامس في نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب محمود كهربا البديل بعد ما نزل بلحظات منذ نزوله، يضيف الهدف الخامس له أيضا بطريقة أكثر من رائعة، ويضيف الهدف السادس للنادي الأهلي والثاني له اللاعب حسام حسن من كرة عرضية عن طريق اللاعب كريم فؤاد النهاردة اللي أدى مباراة رائعة، ويختتم النادي الأهلي السباعية عن طريق اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 86 من نهاية المباراة. 7-1 دي نتيجة المباراة الودية بين الأهلي ومنية سمنود. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع نجوم الأهلي الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن أسامة عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، شفت المباراه ازاي النهارده؟ مباراه ما شاء الله تنتهي بسباعيه، اداء اكثر من رائع من لاعبي النادي الاهلي. انا شفت المباراه النهارده مباراه جديه جدا بالنسبه للاعبين الحقيقه. هم كلهم واخدين الموضوع جدي جدا. مع ان المنافس مني سمنود يعني مش بالقدر الكافي يعني على المستوى الاول اللي احنا بنبحث عنه، انها تجربه زي ما انت قلت في الاول، في تجارب بتبقى بنلعب مع فرق من الدوري من المستوى الاول، فرقه من الدرجه الثانيه، انما هو عايز مدير فني يبحث النهارده على الثقه لبعض اللاعبين وعوده اللاعبين المصابين. فدي كلها كانت حاجات مفيده جدا في الماتش وشفناها بالنسبه للاعبين زي احمد عبد القادر، يمكن ما كانش ليه حظ واشترك الماتش اللي فات او اشترك بلعيبه بتشترك بمده قليله جدا 10 دقائق 20 دقيقه، لما هنا عنده مساحه ان هو لو يعني لعب المباراه كامله النهارده مشتاق للكوره، عايز يعمل حاجات كتير قوي نفسه فيها، عايز يجرب اي حاجه بتحصل في الماتش الاساسي تمرين. بجرب في التمرين الاول وبعد كده بطبق في المباراه الاساسيه. فاللعيبه كلها النهارده عملت هذا الشكل الحقيقه، من حسين الشحات لحسام حسن لكهربا لطاهر لكريم فؤاد. طبعا النهارده كان يمكن هو اللي واخد العين بالتحركات والتحرر اللي هو فيه. فكل لعيب النهارده عايز يبقى له وجود. الوجود احنا زي ما عادل قال، احنا عايزينه بدني ولا نفسي ولا معنوي، خدت بالك؟ او عن طريق التهديف، استعاده ثقه، حاجات كده. وكل ده اللعيبه كانت بتبحث عنه. في لاعب بيديك مجهود جامد جدا وبيطلع كل اللي عنده، زي عمار مثلا. عمار في كل المستويات وكل المباريات، الف حمد لله على سلامته الاول، بيدي لك الروح اللي هو فيها اقصى باور عنده، لدرجه انه بيتعور، لدرجه انه عور نفسه. في لعيبه بتلعب
لمسه ولعبه ونبعد وننفذ داخل منطقه الجزاء زي حسين الشحات. فكل واحد ليه طعم وكل واحد ليه اسلوب وكل واحد في الملعب بيبحث لنفسه عن هويه. انا عايز اتكلم في حته بس من غير ما اطيل عليكم. في لعيبه اسمها كبير قوي وبتيجي على هيبته وبتيجي على نفسه ان هو يقعد وما يلعبش. فما بينزل الملعب بيبقى في عنده برضو حته حياء. التعامل مع الكوره، مكاني مش هنا النهارده، لا انا مفروض في ال 11 الاولانيين اتعور وارجع احاول ان انا برضو الجهاز الفني يبقى باصص لي بصه اللاعب المستوى الاول اللي هو اللاعب من ال 11 الاولانيين. فاللعيبه دي مش بتاخد فتره عشان تتاقلم زي محمد هاني وكهربا وطاهر محمد طاهر ده راجل. فبقى احنا اتفقنا وقلنا في الاول ان كل اللعيبه الموجوده النهارده كلها لعيبه اساسيه بس في لعيب شخصيته ونفسه. يعني انا حاسس بكهربا، حاسس بطاهر، الشحات بيخش ويطلع ورجليه في الملعب وبيجيب اجوال وبيعمل عرضيات السوكسي بتاعه موجود، الكيان بتاعه محفوظ، فهمتني؟ في لعيب بيدور على اسمه، ده لعيبه بيلعب في الاتحاد السعودي ويلعب هنا في مصر ومحترف ويطلع بره ويرجع، ليه كيان معين. في مباراه زي دي هتلاقي حتى انا وانت واحنا قاعدين بنقول لك ايه، قلت لك سيب ما تبصش على اللي معاك كوره وتعال نبص عليهم هم فكرهم ازاي في الملعب النهارده، شكلهم عايز ينفذوا ايه. فهي بتبقى تنفيذ بالنسبه له ان اللمسه الاخيره اللي يخش جوه ال 18 يبقى عايز يعمل غزوه يجيب منها هدف، اسمه يبقى موجود النهارده كماتش متذاع، اسمه موجود عند المدير الفني عند الجماهير ان هو كان ليه وجود النهارده. فاللعيبه دي بتبحث لنفسها عن وجود الشكل الاساسي. فهي التجارب اللي بتحصل زي دي زي ماتش زي ده مع احترام لكل المنافسين. لو لعبت مع فرقه كبيره زي ده اعتقد ان الاداء برضو كان هيبقى هو نفس الشكل. فيعني انا مبسوط من التجربه المره دي، مختلفه فيها عطاء كتير قوي. وانا بضم صوت لصوتك النهارده تجربه ناجحه كابتن اسامه. التجربه النهارده ناجحه مش علشان على المستوى البدني بس، لا كمان على المستوى الفني. طريقه اللعب اللي عايز يلعب بيها بيتسو موسيماني بيغير شكل النادي الاهلي من 4-2-3-1 كمان 3-4-3 بيأدي بيها النهارده كمان في المباراه وديه، واللعيبه بدات تحفظ الطريقه بشكل اكبر. طبعا، ما هو لما بيتمرن على طريقه جديده لابد انك بتعمل تدريبات في اللي هي العاديه اللي بين اللعيبه وبين بعض، ثم بتنتقل لمرحله تانية في المباريات الوديه عشان بعد كده تعملها في المباريات الاساسيه اللي هي الرسميه. في لعيبه لعبت الطريقه دي وحافظاها زي حمدي فتحي، زي ديانج، زي المجموعه اللي هي مريحه النهارده، لعبوا بالاسلوب ده اكتر من مباراه، الاسماعيلي والزمالك وغيره. في بعض اللاعبين سواء الجداد او اللي هم ما بيلعبوش بصفه مستمره ممكن ما يكونوش لعبوا بالطريقه دي. من الحاجات التعليميه زي ما بتعمل تدريب بتعمل مباريات وديه، فانت بتبتدي تجربها في مباريات وديه. فالنهارده وضحت ان هاني وياسر ورامي ربيعه بيلعبوا الثلاثه، وكريم فؤاد والشحات الشوط الاولاني بيلعبوا على اللي هم. ايه رايك في الهدف المارادوني؟ لا بص، اهداف كلها النهارده حلوه. احمد عبد الله عنده اختراقات كويسه وعنده ثقه في نفسه. الميزه ان هو لما دخل جوه ال 18 عمل 1 2 كويسه مع حسام. بص بقى التهويشه دي نيمت الجون وبعد كده حطها بكل ثقه يعني. فطريقه اللعب النهارده طبعا تجربه مفيده فيها. نزل زياد، كريم زياد، زياد طارق لسه هنتكلم عن التغييرات باستفاضه دلوقتي. انا بتكلم يعني انه لعب بهذا الاسلوب ان الجناحين الباكين يطلعوا يلعبوا كجناحين ويكملوا داخل ال 18 او بكرات عرضيه. وشفنا كريم فؤاد استغل الموضوع ده وقدر يجيب جون. غير طريقه اللعب كمان الثقه، انه قلنا قبل المباراه مهمه قوي لما بتلعب ماتش حتى لو مع فرقه مستواها اقل منك، حلو انك تجيب اجوان وحلو انك ان شاء الله توصل طبعا. لما حسام حسن النهارده بيجيب جونين، لما كريم فؤاد بيجيب جون، لما حسين الشحات يجيب جون، لما كهربا يجيب جون، ده حاجه كويسه انك انت تبقى عندك ثقه انك ما بتخش جوه ال 18 عندك ثقه انك تعرف تجيب جون. فكل الكلام ده مكاسب اللعيبه، النواحي البدنيه كمان في النهارده جهد كويس يعني مش مكسلين،
بيحاولوا يعملوا كميات جري كويسه، فدي برضو بتزود النواحي البدنيه، لانك لما بتعملها في مباراه رسميه برضو غير التمرين مهما كانت المستوى متواضع. صحيح في منافس قدامك في الملعب، في منافس، الامور بتاخد بشكل صحيح. لو لعبت بمستوى اعلى النواحي البدنيه بتظهر اكتر، لان بيبقى في مقاومه اكتر في الارتداد والدفاع والهجوم والالتحامات. صحيح، لكن برضو كميه الجري في مباراه حتى لو بالمستوى مني السمنود حاجه كويسه. ففي مكاسب كتيره اتخذت النهارده من اللقاء، واعتقد يعني تجربه ناجحه يعني. كابتن عادل، طريقه 3 4 3 واحنا بنتكلم عنها وشايفينها، كريم فؤاد المفروض بيلعب باك ليفت في الشوط الاولاني، باك رايت في الشوط الثاني، لكن النهارده عامل كانه وينج، النهارده بيهاجم، عنده اريحيه، بيرجع يدافع، ما شاء الله ظهر بشكل اكثر من رائع النهارده. خد بالك يا كابتن، طريقه 3 4 3 المفترض الناحيه الهجوميه ما تبقاش بيلعبوا على الاطراف. بمعنى ايه؟ لما تيجي تلعب بالاربعه النص، انت بتلعب بثلاثه فلات وبعدين تلعب باربعه في الوسط، بيبقى طرف يمين وطرف شمال، دول بيبقوا نجات. لو انت لعبت قدامهم في مدارس، لو لعبت قدامهم بطرف يمين وطرف شمال بتبقى مشكله عندك، لان الاثنين بيقفلوا على بعض. لان المفروض اللي هو في الوقت ده بيعمل ايه؟ بيدخل اتنين رؤوس حربه جوه وبينزل تحت واحد علشان يفتح الحته دي. وفي ناس بتلعبها ثلاثه. لو انت عاوز تلعبها ثلاثه يبقى الافضل تلعبها 4 3 3، لكن لما تقلب وتلعب 3 4 3 يبقى يجب الناس اللي قدام لازم يبقوا لجوه، واحد زي قفشه مثلا يلعب تحت راس حربه، واحيانا ينزل قفشه يبقى خامس في وسط الملعب عشان يبقى اتنين رؤوس حربه عشان الطرفين. زي النهارده شفنا اول هدف جابه كريم فؤاد. الهدف ده جابه لولا ان اللي جوه ده التواجد في المنطقه دي، ما هو التكمله، ما هو التكمله بتاعته. هو المفترض بيلعب طرف 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 بحت، يعني هو الباك رايت والباك ليفت في طريقه الاربعه بيبقوا في نص الملعب، بيبقوا ما بين نص الملعب، ما بيبقى الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. ليه؟ علشان ينزل الديفندر يبقى تحت زي حمدي فتحي اللي منجح الفكره. ليه؟ لان حمدي فتحي لما بينزل تحت اللي بيحصل؟ الاثنين المدافعين بينزلوا زي علي معلول وزي اكرم توفيق مثلا، بينزلوا مع الاثنين لو بدر بنون وايمن اشرف، بينزل مين معاهم؟ حمدي فتحي بيبقى في وسطهم هما الاثنين. لما حمدي فتحي بيبقى في وسطهم هما الاثنين، هما بيبقوا قدام. النهارده انت شفت اللي عملها حسين الشحات الشوط الاولاني ناحيه اليمين، كريم فؤاد ناحيه الشمال. كريم فؤاد عنده حته ال 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 عاوز اقول لك الجري، وكان في تعليمات النهارده هتقول لنا الهدف الاول كده، والكابتن عادل بيتكلم انك علشان نشوف تمركز كريم فؤاد في لقطه الهدف الاول. هو مطلوب منه انه يخش، حتى حسين لما عمل الهدف فيها ده الهدف معانا، يعني عمليه الاستحواذ طبعا. اتفضل يا كابتن. مفيش تقيد، هو لقى الحته فاضيه راح كمل. خد بالك اصله جوكر كريم فؤاد، ممكن بيلعب نص ملعب كمان، وبيلعب طرف شمال وبيلعب طرف يمين، يعني هو مش مدافع بس. كريم فؤاد يعني لعيب من اللعيبه الكبار اللي انا بقول لك عليها. لكن بكلمك على طريقه اللعب، لو انت قفلت على الاثنين اللي بره يبقى طريقه اللعب لازم تتغير 4 3 3. لو انت دخلت الاثنين رؤوس حربه، علشان كده مثلا في ماتش الزمالك لما جينا نلعبها لعبنا الشوط الاولاني، كان في دخول في اتنين في وسط الملعب، اتنين في الفراوده اللي هو كانتا وكان محمد شريف، كانوا بيدخلوا كتير قوي في وسط الملعب، وكان بينزل قفشه بينزل بيلعب في كل حته قفشه، ولكن كان بينزل تحت عشان تدي لعلي معلول وتدي لاكرم توفيق الحريه، زي النهارده تدي لحسين الشحات ناحيه اليمين والكريم فؤاد. والحاجه بقى المهمه اللي كان في نص الملعب كان عبد القادر. عبد القادر كمان هو طرف اكتر من انه يبقى مركزه، لكن يقدر يلعب في اكتر مكان. تمام كابتن بلال، عايز اتكلم عن حسام حسن. حسام حسن النهارده واحنا كنا بنتكلم قبل بدايه المباراه مهمه المهاجم انه يسجل اهداف، النهارده في المباراه الوديه بيعبر عن نفسه وبيقول لموسيماني انا جاهز مع محمد شريف، ومن الواضح ان هنشوف السنه دي ان شاء الله منافسه قويه في مركز المهاجم، وده كله طبعا بيصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. اكيد طبعا يا اسامه، يعني النهارده مسجل هدفين ويعني مشارك في هدف، يعني الهدف الـ1-2 اللي عملها مع عبد القادر، مع احمد عبد القادر. تمام.
شيء جيد بالنسبه للمهاجم ان هو يستعيد ثقته في نفسه من خلال الاهداف. يعني انت دايما لما تيجي تقيم المهاجم في الاخر بتقول ايه؟ بتقول انا لعبت مثلا خمس ست ماتشات سجلت فيهم هدفين ثلاث اهداف، صنعت فيهم هدفين ثلاث اهداف، هو ده التقييم الحقيقي بالنسبه للمهاجم. خاصه المهاجم رقم تسعه انت بتقيمه بكده، ان انا النهارده بلعب مباراه وديه بسجل اهداف، بلعب مباراه رسميه بسجل اهداف، ليا دور في صناعه الاهداف او ليا دور في المشاركه في صناعه الاهداف، دور مهم جدا جدا جدا. النهارده هو سجل هدف، يمكن ده هدف تقليدي، هدف عادي سهل يعني بسيط ممكن يجي. الهدف اللي كان العرضيه اللي اتلعبت من كريم فؤاد وحطها بدماغه، هو ده الهدف، ده كان الهدف السادس. ده الهدف الحلو اللي بتقول عليه هدف جيد النهارده، هدف بيبشر انك ممكن يبقى عندك لعيب جيد يكون منافس حقيقي. تمام. على مركز رقم 9 مع محمد شريف، احنا محتاجين الحته دي، محتاجين انك يكون عندك اكتر من لاعب، محتاجين يكون عندك اكتر من هداف، محتاجين ان انت في مباراه بتبقى صعبه جدا 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 ممكن تحتاج انك تلعب فيها باثنين رصاص حربه، مش واحد بس. يعني النهارده ممكن في ماتش متعقرب تلعب بشريف وينزل حسام حسن جنبه فتغير طريقه اللعب، تلعب باثنين فراوده، عايز تعتمد على الاطراف، وهو عنده الميزه دي. ده الهدف اللي انت بتتكلم عنه. ده الهدف اللي انا بتكلم عنه. بص، الارتقاء جيد جدا، ارتقاء جيد جدا، حلو قوي، التوجيه رائع جدا جدا في الزاويه البعيده زي ما بنتمرن عليها. يعني المدربين زمان تقول لك كده، لما الكوره تجي لك من بعيد على العارضه البعيده حطها في العرض القريب، في الزاويه العكسيه اللي هي جايه منها. هدف جيد لحسام حسن، تدي له ثقه، تدخله في الاجواء شويه، تخليه مثلا يبقى لا انا موجود، انا بقدر اسجل اهداف صعبه، بقدر اجيب جوال حلوه، تخليه موجود في المنافسه، تخليه يفكر بشكل جيد، لو حتى هو كان بعيد شويه تخليه يفكر بشكل جيد، لا انا هكون موجود السنه دي وبشكل كويس. مطلوب من حسام حسن انه دايما يبقى كده، دايما يبقى بيصدر للمدير الفني ان انا جاهز، حتى في الماتشات الوديه انا جاهز، انا بسجل اهداف، انا بجيب اجوان، انا ممكن اكون موجود، انا ممكن اكون النهارده الرجل الثاني في كره القدم متقلبه، ممكن اكون الرجل الاول في وقت من الاوقات. لو استثمرت كل تدريب بتتمرنه، لو استثمرت كل مباراه وديه بتلعب فيها وسجلت فيها اهداف. عشان كده احنا بنقول دايما كره القدم فيها متغيرات كتير جدا، وكان الكابتن اسامه بيتكلم من شويه، بتشيل ناس وفي ناس بتبقى موجوده وبتطلع، وفي ناس بتبقى اساسيه وملهاش دور بعد كده وبتبقى رقم اثنين، وفي رقم اثنين ممكن يبقى واحد، وفي رقم ثلاثه ممكن يبقى واحد. يعني احنا لو ادينا مثال، اكرم توفيق ما كانش رقم اربعه في الباك رايت، ما كانش، النهارده اتحط ادى بشكل كويس، بقى رقم واحد في منتخب مصر مش في النادي الاهلي. انت بتتكلم في قد ايه؟ ما كملش نص سيزون، يعني ما لعبش حوالي يعني ما لعبش 20 ماتش في الحته دي. بالظبط. فكره القدم فيها متغيرات كتير، اتمنى من حسام حسن يركز في الحته دي، لان خد بالك المكان ده اصلا ما فيهوش لعيبه كتيره في النادي الاهلي، يعني تاسع ما فيهاش لعيبه كتيره في النادي الاهلي. تمام. كابتن شريف، يعني هدف من الاهداف الحلوه من السبع اهداف، هدف احمد عبد القادر. احمد عبد القادر انت كنت بتقول قبل بدايه الاستوديو مكسب من مكاسب النادي الاهلي، قدامنا الهدف. عايزك بقى تشرح لنا الهدف وتحلل لنا الهدف ده يا كابتن شريف. اولا بدايته كده والمهاره، شخصيه التعامل مع الكوره، وتحضير ذهنه لكذا لعبه متنوعه. يعني في تطور في الهدف ده في ثلاث مراحل. يعني استلام في الكوره، بعدت عنه ازاي يتعامل ويعمل العجله اللي هو عملها ولف بقى وشه مواجه للجول، اتعامل زي ما بلال بيقول مع حسام حسن بالوانتو، خد الكوره وبرده هو رايح عنده بلان في دماغه، عنده فكر ان هو مش هيشوط وخلاص، مش هيخلص منها، لا هياكد انها هدف. فاسامه قال هوش الهسه الهدف معانا تاني. بص، ادي المهاره في لعبه واحده، ضرب اثنين خرجوا بره اللعبه. دي مهاره زين الدين زيدان، دي المشهور بقى زين الدين زيدان، اللفه اللي هو بيلفها. التعديه من واحد، شخصيه الثقه في الكوره والاحتفاظ بيها. في حاجات كتير قوي فنيات الكوره بتترجم في هذا الهدف يعني. وبعدين جاب جول في الدوري بنفس الشكل بس من الناحيه اليمين، انه رقص من جوه وعمل نفسه انه هيحط الكوره برده بنفس الشكل، وكله وقع على الارض وراح حاططها بشماله في الهدف. فده هدف يوازي من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، اذا ده لعيب مصنف ان هو يقدر يلعب على الطرف الشمال، يقدر يلعب على الطرف اليمين، يقدر يخش في العمق، يلعب رقم سته كمان النهارده في توظيف موسيماني ليه النهارده بيلعبه رقم سته، المكان اللي بيلعب فيه السوليه بيلعب. اهم ما يميز اللعيب استلامه للكوره والتسلم، يعني انا بستلم الكوره بتصرف فيها ازاي؟ شخصيتي ايه في الملعب؟ الكوره اللي عندي طلعها ولا ما طلعهاش؟ واقف على رجله ولا مش واقف على رجله؟ فكل الحاجات دي كانت متوفره الحقيقه في الهدف اللي انت قلته. واحد برده من لاعبي النادي الاهلي كابتن اسامه شارك في السباعيه النهارده، طاهر محمد طاهر. ايوه. هدف حلو، هدف ملعوب.
النهارده برضو اجاد بشكل كبير وبيقول ان انا جاهز وفورما وكل واحد من لاعبي النادي الاهلي اللي لعبوا النهارده يعني كل واحد بيبحث عن فرصه مع موسيماني. ومن الحاجات المميزات كمان انه 6 لعيبه جابوا 7 اجوان، يعني معنى كده ان عدد تنوع كبير من اللاعبين بيقدروا يحرزوا اهداف. ودي ميزه كبيره في اي فرقه، ان ما يبقاش صحيح المهاجم الاساسي غالبا بيبقى هو الهداف وده طبيعي يعني، لكن انك يكون عندك عدد كبير بيعرف يجيب اجوان دي ما بتعمل لك حلول كتير في ماتشات. ممكن راس الحرب ما بقاش موفق، ممكن يكون ممسوك كويس، ممكن مش يومه، ممكن الجناح اليمين يجيب، ممكن الراجل اللي في نص الملعب يكمل زي ما النهارده احمد عبد القادر. برضو طاهر الهدف بتاعه من الاهداف الحلوه جدا في المباراه، تمريره الهدف تمريره الهدف الاول ابتدى من عند عمار حمد، تمريره في العمق حلوه قوي من عمار. هنا احمد طاهر لو حط رجله اليمين هتبقى المسافه، قصدي مش هيعرف يجيبها كده، لكن رجله الشمال كانت اقرب والجون طالع واسرع والجون طلع فتح الجون فخدها بالشمال. لو هو لو سابها يكمل عشان يحط باليمين كان الجون ضربت في صدره او ما كانتش جت، لكن رجله الشمال كانت اسرع وتصرف فيها حلو قوي. بيفكرني مع الفارق الكره العرضيه اللي عملها دي طبعا معموله ببراعه جدا من حلوه قوي من عمار. ودي على فكره التمرير الطولي ده اللي في العمق والاجنحه تتحرك في العمق واضح جدا النادي الاهلي بيجيب بقى منها اجوان كتير جدا دلوقتي. انطلق كويس قوي، هنا بقى القرار بالشمال اسهل ليه، يعني هو لو حط اليمين كان الجون قفل بايده على الكوره. فحلو قوي، بتفكرني بقول لك بجون نادي الزمالك اللي عمرو السوليه عمله. شريف برضو لما راح للكوره ما حطش باليمين، حط بالقريبه بالشمال عكس ابو جبل اللي هو الجون اللي كان الثالث او الرابع اللي شريف حطه في ماتش الزمالك، كان الهدف الثالث عملها حلو قوي السوليه. تنسى ترتيب الهدف؟ لا الثالث معلش. فبرضه نفس التصرف الحلو انه تصرف بالرجل القريبه من الكوره اللي هي اسرع بالنسبه له. شريف كتمها كده برضه النهارده طاهر خدها شبه الهدف ده شويه، شبهه يعني. انا بتكلم على التصرف بالشمال ان هي كانت اقرب، ما استناش ان هي تنط على اليمين، كان الجون قفل عليه. تمام. فهدف جميل يعني. كابتن عادل، بيبقى مهم قوي او بتحل المدير الفني لما يبقى عندك لعيبه جواكر في الفرقه. طبعا نشوف عمار حمدي ممكن يلعب باك رايت، يلعب وسط ملعب مدافع، يلعب قدام في الطرف اليمين. برضه عندك كريم فؤاد بيجيد في كذا مركز، عندك طاهر محمد طاهر يمين شمال، حسين الشحات، محمد هاني تستغله في طريقه ثلاثه بيلعب مساك ثالث او يلعب وينج. فانت النهارده الحلول دي احمد عبد القادر برضه، فلما يبقى عندك الجواكر في الفرقه دي بتسهل عليه المدير الفني. هو في نوعين من الجواكر يا كابتن، في جوكر يلعب مكان واحد تلعبه، وفي جوكر يلعب 4 5 اماكن. يعني في واحد ممكن زي مثلا حسين الشحات ممكن يلعب باك رايت، ايوه، وممكن يلعب هاف رايت اللي هو الطرف اليمين، ممكن يلعب تحت الراس حربه، ممكن يروح ناحيه الشمال. فده 5 اماكن احنا بنتكلم في الكلام ده عشان ده شفناه النهارده على ارض الواقع في المباراه الوديه. هو 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 الطبيعي في الوقت ده في كره القدم، انت ما فيش حاجه اسمها ان اللعيب يلعب مركز واحد، ممكن يلعب 3 4 اماكن. لكن لما بيبقى عندك وفره لاعبين بتعمل جواكر قليله. انت عندك عمار زي ما انت قلت، عمار بيلعب في 5 6 اماكن يعني في كل الاماكن الاماميه وحتى الباك رايت، وممكن يلعب باك ليفت كمان. عندك كريم فؤاد ممكن يلعب ال5 اماكن كلهم ويلعب باك رايت وباك ليفت. فانت عندك الجواكر الكتير، علشان كده خلي بالك حته الجوكر اللي انا قلتها في اول الاستوديو بيفيد الفرق اكتر من يفيد اللاعب. يعني اللاعب اللي بيلعب جوكر بيبقى فرصته في اللعبه اقل كتير، رغم انه هيلعب في اماكن كتير. ليه؟ بس بتدي افضليه للمدير الفني اثناء اي مباراه، بدل ما اغير ممكن اغير من داخل الملعب في الاحتياط، لكن مش هيبقى اساسي كتير. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا محمد شريف لما بيلعب طرف شمال بيلعب في النادي الاهلي مهاجم صريح. هنا لما هيلعب طرف شمال هيبقى فيه صراع ما بينه مثلا ما بين مرموش لما هيجي في المنتخب، بتكلم في المنتخب ورمضان صبحي هيبقوا 3، هتبقى عنده مشكله. لكن لما يبقى في القلب هيبقى عنده مصطفى محمد، هو مصطفى محمد ايهما اقرب يلعب في المباراه. عشان كده بقول لك احيانا لما تروح تلعب في مكان تاني
ما بيفيدكش كتير، لكن انت اللي بتفيد الفرق اكتر. ولكن بس عادل بعد اذنك هخش معاك في دي، بس عادل كلامه مظبوط، ولكن عشان انا لعبت في اماكن كتيره برضو، انت بتقعد ممكن بتبقى اديك ميزه انك بتلعب مثلا باك رايت، باك ليفت، ديفندر، مش عارف ايه، بس بيثبت عليك بعد كده مكان هو ده بيبقى يعني لعبك في 90% من المباريات. يعني انا مثلا لعبت جناح الشمال خلاص 90% من المباريات، بس عندي ميزه كمان بتلعبني اكتر، لان المدرب ما بيحبش يشيلني عشان ممكن يوديني باك رايت، يوديني باك ليفت. فانا مع كلام عادل، بس برضو احيانا بتبقى ميزه للاعب، بس لما مع الوقت لما يثبت مكانه الاساسي ويبقى عنده يعني المدرب يقدر يوظفه في اماكن اخرى، بيبقى المدرب مش عايز يطلعه من الملعب. برضو بص يا كابتن اسامه، لما تبقى لعيب اساسي في مكان وبعدين تتنقل اوكي، لكن لما تيجي تبدا زي اللعيبه الصغيره، لما بتيجي تبدا بتبدا فين؟ بتبدا في المكان اللي الفرقه عايزاه. ناقص الفرقه ناقصه. زي اكرم توفيق مثلا، خلي بالك اكرم ابتدى نص وسط ملعب مدافع النهارده، احتاجه موسيماني باك رايت، ما شاء الله دلوقتي ثبت في المكان ده. ما هو ده بقى النقطه اللي انا حافظ واجبات المركز كمان. بص اولا اكرم لو انت فاكر لعب قبل موسيماني كان مين؟ فايلر. لعب باك رايت فتره واتحط ولعب في الجونه كمان باك رايت، يعني هو عنده الميزه دي. يمكن اكرم عنده الميزه اللي بره احسن من اللي جوه المفروض. يعني يمكن الاختيار كان موافق، وهو ولد جدع وراجل ولعيب كويس، ولكن في الاخر زي ما اتفقنا الجواكر الكتير يحل لك مشاكل كتير. تمام. لما بيبقى عندك فرصة أو متسعة من اللعيبة كتير بتبقى أفضل، لكن النادي الأهلي يمتلك 30 لعيب المفترض أحسن من بعض غير الناشئين كمان. تمام. كابتن بلال حسين الشحات النهارده برضه في السباعية بيشارك في الهدف السابع في الدقيقة 86، لا وكمان بيصنع أهداف، شفنا في الهدف الأول لكريم فؤاد النهارده، كانت تجربة مفيدة جدا لحسين الشحات برضه. أكيد يعني، بس إحنا زعلانين من حسين الشحات. ليه بس؟ لا ما كانش لازم يسجل الهدف السابع. كنت عايز 6-1؟ شغال كده. طب خمسة؟ ايه؟ مساعدنا ان هي اتغيرت. خمسة؟ ستة واحد يا كابتن. خمسة واحد. يعني احنا المفروض نخصم منه فلوس الحقيقة. يعني عايز المباراة تنتهي 6-1. حلو. مش حد ضيع لك فرحة المباراة. مش لازم الجول السابع ده يا كابتن عادل، ولا انت ايه رايك؟ تاخد ما كانش لازم يعني 6 وساعة، ما هو حاجة حلوة. انت عارف عندنا 5 وعندنا 6. انت عارف ان كان في 9؟ لما نبقى نجيب 7 المرة الجاية. لا انت عارف ان كان في 9-1؟ لا ما اعرفش. 9-1 ده ايام كابتن. انا بقول لك ان انا حضرته يا كابتن، انا بقول لك ان انا حضرته في سنة 33. 33 مين يا كابتن؟ 33. طيب. والله. خلينا كابتن. طب خلينا في المستوى دلوقتي يا بلال. الأداء الفني. تجربة مفيدة جدا لحسين الشحات. أكيد أكيد. وأيضا يعتبر حسين الشحات واحد من العناصر الأساسية في ده طبيعي. حسين الشحات كمان في ماتش الزمالك ماتش الخامسة. نزل وكان أداؤه جيد، وكان ممكن يسجل الهدف السادس. يعني كان أداؤه جيد في الماتش، كان متحرك بشكل كويس. تمام. أداؤه جيد. حسين الشحات أنا شايفه إن هو الفورمة بتاعته حلوة الفترة اللي فاتت دي، يعني بيحاول كمان يثبت. وهو خد بالك قبل ما يتعور كان أساسي بشكل كويس، وكان هو وكان بيأدي بشكل كويس جدا جدا جدا، وكان بيصنع بيشارك في صناعة الأهداف مع النادي الأهلي ما قبل إن هو يتصاب. يعني رجع بشكل كويس حسين الشحات النهارده، سجل هدف. عمل برضه صنع الهدف بتاع كهربا طبعا. عمله بشكل جيد جدا جدا. لعيب إمكانياته جيدة جدا. لعيب زي ما أنت بتقول يا أسامة، لعيب أساسي. ومهم جدا ان انت دايما تحافظ على رتمك وتحافظ على ادائك. يعني انا لعيب اساسي جالي ماتش ودي زي ما احنا بنتكلم كده، لازم تحافظ على طبيعه لعبك النهارده. يعني حسين في كره زي دي ممكن يقف ويرقص لكن بص خلاص هو خد قرار. تمام. ان هو هيصاب. كلنا زعلانين من القرار، بس هو خد القرار الصح في النهايه. في النهايه حتى يعني. لما قعد برضه محافظ على نفس الفورمه، نفس القوه، نفس الاداء. طبعا اداء جيد بالنسبه له. يعني حسين عنده سبيريت حلو يعني، بتعجبني الحقيقه. حتى وان قلت امكانياته في بعض الاوقات، يعني ممكن حسين تلاقيه ان مستواه الفني مش عالي، ولكن تلاقيه بيحافظ على نفس الروح بتاعته، بيحافظ على المعدل البدني اللي عنده، بيحافظ على الحته دي. وده ما يقع بالظبط كده كمان. خلاص دي نقطه مهمه. وبعدين في نقطه كمان، اللعيبه اللي بتقدر تسجل. طبيعي صح. هداف كبير. بعدين في نقطه انا مع انه في فتره حسين كان من كتر المباريات كان ابتدى اداؤه يقل. تخيل بقى انه فتره إن لما قعد ماتشين ثلاثه واربعه وابتدى ينزل مستواه
ابتدى يرتفع تاني مرة تانية. لا يعني هو في الفترة الأخيرة بقى أفضل من حسين فترة ومحمد هاني واعتقد طاهر محمد طاهر لما الإصابة بتيجي يا أسامة انك ترجع وتبقى 100% وفي نفس حالتك اللي الناس كلها المعهودة ليك وشافتك وبتتمناها بتبقى صعبة وانت عارف احنا لما بنتعور عشان نرجع وصلت لأعلى فورمة يعني الإصابة لعنت اللعيبة دي خصوصا اللعيبة اللي هي المستوى الأول واللعيبة الكبيرة دي فالإصابة لو جات لك انك انت ترجع الملعب الأول تبقى كويس وتقف على رجلك تاني فلازم يبقى الناس تستحمل النجوم دي لانه ياما طلعت على حسين الشحات وقلنا لا وحش ومش عارف ايه والكره مش عارف ايه وهو وفجاه تلاقيه بيعمل كوره وبيوقف الكوره وبيرقص وبيجيب لك جون انت محتاجه في وقت رهيب لو هداف كبير الجول ده يخليك في حته تانية خالص فهي الاصابه ربنا يبعد شر اللعيبه عن الاصابه هي اللي بتعمل تذبذب في المستوى ده كهربا كابتن شريف النهارده التغييرات لما خرج عمار حمدي الحمد لله طمنا عليه الإصابة بسيطة نزل محمود كهربا بعدها بداية بسيطة كهربا بيسجل الهدف الخامس للنادي الأهلي كلام كتير الفترة اللي فاتت عن محمود كهربا لكن كهربا أنا شايف من الواضح أنه مركز في الملعب مباراة المرج الودية بيسجل النهاردة الشوط اللي لعب فيه ودقايق بسيطة في الشوط الأول برضه مركز في نفس الأداء ونفس القوة بص يا أسامة السوشيال ميديا دي دمار لأي حاجة في الدنيا لو حطيت ودنك والتفت لها هتروح في حتة تانية خالص إن يطلع صحفي يتكلم في حاجة ويعمل بين كهربا وبين مستر موسيماني كلام ما كانش مش في الكورة كهربا يركز في الحتة اللي هو فيه الحقيقة عنده من الفنيات العالية جدا يعيش لها يعيش للكورة ويحب الكورة ويرجع تاني في الملعب زي ما هو النهاردة موجود كده وعنده فنيات عالية بيقدر يتعامل مع الكورة ويقدر يجيب أهداف من اللعيب اللي ممكن يفاجئك في أي وقت الحقيقة لأنه لعيب كورة مش هنقدر نقول هو كل اللي محتاجه يتمرن جامد جدا ويخلص في الحكاية جدا ويرجع تاني ويرجع ده مكسب ليه ولل ومكسب للفريق كمان طبعا وليه يعني ممكن يبقى يحترف تاني في اي حتة ممكن يبقى له وجود خدت بالك كبير يعني هو بقى اللي بيحدد الشخصية بتاعته اللي في الملعب والوقت اللي هو قاعد بيلعب فيه كرة دلوقتي هو عايزه يبقى شكله ازاي مفيش مدير فني ما بيحبش اللعيب اللي هيكسبه المدير الفني بيعشق اللعيب اللي بيعمل له كل اللي نفسه فيه فيقرب شويه وجهات النظر ما يحطش حاجات كتير في دماغه بلاش لازمه ما تخليش حد السوشيال ميديا دي تاثر عليه ما تخليش يعيش للكوره شويه يجي اول واحد في التمرين بقى نتكلم بقى كلام كوره يجي اول واحد في التمرين يحسس المدير الفني انه مهتم زي ما اللعيبه كلها مهتمه انها تبقى ليها وجود خاصه انت لما بتبقى في وقت عندك 18 واحد يا اسامه فت وجاهزين درجه اولى ها انت لازم تبقى في ال 18 دول طبعا. ولازم تحارب انك تبقى في ال 18 دول اصلا انت جاي اسم كبير ببروباجندا جامده جدا وانت لعيب غالي مش لعيب مصنف يعني فلازم هو اللي يعيش الحياه دي دلوقتي ويحارب ويرجع تاني لنفسه بقى انا بقولها له يعني ده اخويا الصغير يرجع لنفسه ونشوف الكرات الحلوه اللي هو ده الهدف الخامس انت بتتكلم عن كهربا محمود كهربا ده الهدف الخامس اللي احرزه في النادي الاهلي النهارده بعد نزوله بدقيقة او دقيقتين تحرك جيد طبعا تحرك انهاء للهجمه بطريقه برضه فيها مهاره ايوه التحرك هو ده كهربا هو ده سعر كهربا هو ده كهربا جاي شال الكوره وركنها من جنب ولو جت من ناحيه الشمال هتلاقيه بيتعامل من ناحيه الشمال ببطن رجله الكوره وهي جايه بالعرض بيحطها في العكسيه وعنده فكر سريع ان هو ينفذ عايزين بقى شويه فتك الفتنس كمان يخليه بيتحرك العرضيات دي سهل عليه الكوره لما تجيله وانا واقف على رجلي الكوره اللي عندي بتطلع سهل جدا كابتن اسامه شفنا لقطة النهاردة بيتسو موسيماني في المباريات الودية بيكون قاعد فوق في المدرج وجهة النظر النهاردة شفنا قبل كده برضو ريني فايلر كان بيقعد في المباريات الودية بيقعد من فوق في المدرج دي مدرسة جديدة في التدريب الهدف منها ايه هل النهاردة رؤية اللعيبة التحركات دي له مساحة اكبر وجهة نظر كابتن اسامة عربي في النقطة دي يعني انت جاوبت عليها في اللقطة في الكلام الاخير بتاعك دي موضوع مديرين فنيين كتير بيعملوه اللي هو كل ما بتعلى في المدرج بيبقى رؤيتك من فوق اكتر بتشوف المساحه طبعا بكتر خبراتك وكده من تحت برضو عندك رؤيه ولكن لما بتبقى فوق بتشوف المساحه الملعب كله من اول اخر واحد مثلا لو انت بتهاجم من مصطفى شوبير اللي هو ولغايه حسام حسن انت شايف ال 22 لعيب تحركات كل التحركات
ومين اللي بيتحرك في الاماكن المظبوط. طب هسيبك تكمل دي فضل. نروح لملعب المباراه. معانا زميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب. اتفضل يا فاروق. طبعا من جديد بجدد تحيي بك يا كابتن اسامه وضيوفك الكرام، كباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء الودي اللي جمع ما بين الفريق النادي الاهلي وفريق منية سمنود بفوز النادي الاهلي على فريق منية سمنود بسبع اهداف مقابل هدف، مع واحد من نجوم النادي الاهلي في الفتره الاخيره، واحد ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي وصاحب هدف من اجمل الاهداف اللي شفناها النهارده احمد عبد القادر. احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره يعني اداء اكثر من رائع خلال الفتره اللي فاتت، مباراه النهارده وديه امام فريق منية سمنود، هدف اكثر من رائع. مباراه الوديه طبعا ما بنبصش للنتيجه قد ما بنشوف الفرصه اللي نجرب عدد من الخطط. مستر بيتسو موسيماني بيدي فرصه للعيبه اللي ما بتشاركش في الفتره الاخيره. انا بشكرك طبعا على الكلام اللي في اول الانترفيو. عامه انا بشكر برحب بالكباتن اللي موجودين في الاستاديو. يمكن النهارده احنا لعبنا 90 دقيقه، بقى لنا فتره بنتمرن وشغالين بشكل كويس، بنحاول بقى نطبق الشغل بتاع التمرين في الملعب على قد ما نقدر. الحمد لله طلعنا الشوط الاولاني بنتيجه كويسه 5-1، والشوط الثاني برضه حاولنا ان احنا نزود النتيجه، والحمد لله بنحاول نستمر في الشغل اللي احنا ماشيين بيه علشان نقدر نطبق ده ان شاء الله في المباريات الرسميه باذن الله. يعني احمد، في بعض الجمل بيركز عليها مستر بيتسو موسيماني سواء في المباراه الرسميه مباراه الوديه، بتبقوا حريصين جدا ان انتوا تطبقوها في المباراه الوديه، بتبقى فرصه كبيره جدا اننا نطبق الجمل دي. ده في حاجات كتير جدا بنحاول نطبقها طبعا، لان انت لو بتتمرن بس فهتضطر انت غصب عنك تتطبق في الماتش، فده الطبيعي انك تتمرن بشكل كويس وتاخد الجمل التكتيكيه عشان تنفذها في الماتشات الوديه او الرسميه. فاحنا حاولنا نشتغل النهارده، الشوط الاولاني نفذنا بشكل كويس جدا، الشوط الثاني برده نفذنا على فترات، فده شيء كويس يعني الحمد لله. احنا النهارده يمكن كمان في كام لعيب مش في البوزيشن بتاعهم، بيحاولوا يلعبوا في اماكن ثانيه، يعني الدنيا مختلفه شويه مع كام لعيب، بس الحمد لله كله بيأدي وكله تحت امر النادي. النهارده في توظيف جديد مستر بيتسو موسيماني وظفك على الدايره بجوار عمار حمدي، اديت اكثر بصوره اكثر من رائعه. قول لي يعني المكان ده اتكلم معاك في ايه؟ انا شايف انت واحد من اللعيبه بتقدر تلعب في اكثر من مركز. الحمد لله، يمكن انا 8 ده بقدر العبه برضو في مراكز اللي قدام زي ما قلت لك الثلاثه اللي قدام، فبحاول ان انا اكون عندي مرونه على قد ما اقدر في كام مركز، فالحمد لله يمكن اديت النهارده بشكل كويس لحد ما يعني، فاتمنى الاستمراريه من انا نفس يعني شخصيا ومن زمايلي يعني. كباتننا اللي في الاستوديو التحليلي الكابتن شريف، الكابتن عادل، الكابتن اسامه، الكابتن احمد بلال بيتكلموا على احمد عبد القادر بالتحديد، وبيقول واحد من مواهب النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، ودي السمات اللي في اللاعب الموهوب واللاعب اللي بقى جدير ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي. يمكن الحمد لله الموسم بادئينه بشكل كويس، نتائج اول ثلاث مباريات كويسه جدا، اتمنى ان احنا ان شاء الله يبقى يعني الماتشات اللي جايه كلها على قدر المسؤوليه زي ما احنا ماشيين في الثلاث ماتشات اللي بدانا بيهم، وان شاء الله النتائج تبقى ماشيه زي ما احنا ماشيين بالاسلوب ده يعني. عايز تقول للكابتننا بقى وهم يعني دايما بيراهنوا عليك وفي كلامهم على احمد عبد القادر، توعدهم وتوعد جماهير النادي الاهلي بايه يا احمد؟ اقول لهم ان شاء الله انتظرونا، لسه الموسم طويل جدا، وانا طبعا بشكرهم على دعمهم لان في دعم كويس جدا موجود من الجمهور بصراحه، فانا بشكرهم على دعمهم ده وبتمنى الدعم ده يبقى مستمر، لان طول ما في دعم طول ما احنا نقدر نقدم اي شيء كويس موجود في الملعب، فبشكرهم جدا وان شاء الله يبقى في مزيد من التالق ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يعني. مستر بيتسو موسيماني بيتكلم معاك في ايه بعد المباراه؟ اتكلم معاك، اكيد انت واحد من اللاعبين اللي يعني هو شايف فيها ان انت مستقبل وواحد المواهب المهمه جدا في النادي الاهلي. هو بيتكلم معايا على طول سواء في حاجه ايجابيه او في حاجه، بيحاول طبعا النواقص يشتغل عليها معايا، بيكلمني فيها على طول، ده انا يعني الشيء ده ساعدني جدا، لان لو في حاجه سلبيه انت لازم حد يقول لك عليها، لازم المدير الفني طبعا يبلغك بيها، وفي حاجه ايجابيه بيشجعك عليها، فده طبعا شيء كويس جدا. و بعد المباراه لا ما قالش حاجه يعني، بيتكلم عن الاداء، ان انا لعبت في البوزيشن مثلا مختلف، حاولت فاديت النهارده يعني بشكل كويس لحد ما، فالحمد لله يعني. اشكرك يا احمد وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله. حبيبي يا روح، تسلم حبيبي، شكرا. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع احمد عبد القادر لاعب فريق النادي الاهلي، واحد من نجوم النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. كابتن اسامه، كنا بنتكلم عن لقطه موسيماني وهو قاعد في المدرج. زي ما قلت لك يا اسامه، هي بتدي مساحه رؤيه للملعب كله من فوق، فانت بتبقى شايف ال 22 لاعب كلهم تحت نظرك، فبتشوف التحركات
بالظبط مين اللي بيروح في المكان المظبوط اللي هو قايل عليه، مين اللي بيرتد في وقت الدفاع، مين اللي مكسل، بيبقى شايف ال 22 فريقك انت والفريق المنافس. لما بتبقى تحت طبيعي احنا بقى بخبراتنا طبعا من كتر الماتشات اللي لعبناها ومن كتر ما احنا اشتغلنا كمدربين فنيين بنشوف الملعب صحيح، لكن برضو عينك بتبقى بتوجع على جزء، بتبقى شايف جزء معين لقطه معانا هكذا. هو والجهاز المعاون ليه طبعا سايب تحت المساعدين سامي قمصان مدرب حراس المرمى، فالرؤيه بتبقى اوسع. لكن ساعات ساعات انت تحت بتبقى عينك بتوجه في جزء من الملعب ما بتبقاش شايف بقيه الملعب. لكن طبعا بكتر الخبره بكتر الخبره بتبقى مساحه الرؤيه من تحت كمان عندك واسعه. لكن مهما كان مش زي فوق، ولذلك في مدربين ممكن يقول لك انا بقى عايز ابقى مطرود عشان اتفرج على اللعيبه بتاعتي من فوق واقف في المدرج فوق اشوف الملعب كله. بس انا اقول لك حاجه، لحظه اقول لك حاجه، في فاكرين في ملاعب الدكه نفسها كانوا بينزلوا تحت كل الملاعب اوروبا كده، صعبه جدا لا دي. كان كل ملاعب اوروبا كده خلي بالك، استبدلوها كلها بقت بالدكه العاليه علشان المدرب يشوف عشان الرؤيه. لكن لما كانوا كله بيقعد تحت كان بيشوف الرجلين بس اكتر ما بيشوفش المسحاب. كابتن عادل، مصطفى شوبير بيشارك في المباراه الوديه الثانيه على التوالي، بياخد 90 دقيقه. مباراه المرج اللي فاتت لعبها 90 دقيقه، النهارده برضو من يتسمنود بيشارك 90 دقيقه زي ما يكون خلاص يعني. ميشيل يانكوني طمن على علي لطفي، النهارده بيشرك مصطفى شوبير عشان يقول النهارده انا عندي ثلاث حراس، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، الثلاثه جاهزين في اي وقت يشاركوا في المباراه الرسميه. شوف يمكن انا عايز اقول لك ان مصطفى من الحراس الجيدين جدا، انا مرنت وشفته يعني كان معايا في فرق في الفرقه اللي كنت ماسكها في البدايه. في البدايه انا كنت فاكر ان هو جون عادي، بكلمك بمنتهى الامانه، لا هو لقيته جون يعني عايز اقول لك مستقبل كويس قوي، عنده اكتر من ميزه، هدوء. يعني انا لو في كوره هنا عملها شفتها اللي هو اللعب ليبرو فيها اللي هو طلع لعبها بدماغه، لا هو مش بيطلعها بدماغه، هو بيبصيها بدماغه. يعني انت لو جبتها دي 81 دي 81 لو قدرتوا تجيبوها هتلاقيها عنده ثقه بيطلع يباص زي الحراس الكبار اللي بره في اوروبا. علشان كده بقول لك ان هو مستقبل كويس، كون انه بياخد بالتدريج كده يمكن افضل. انا كان عندي فكره ان كنت الاول بقول يخرج يلعب له سنه ولا حاجه وتبقى كويسه، لكن انت محتاجه. ليه محتاجه؟ لانك دائما لازم يبقى عندك اربع حراس مش ثلاثه بس. عندنا الرابع حمزه علاء برضه، حمزه علاء برضه من اللعيبه الكويسه، وانا حمزه علاء انا برضو من الناس اللي كنت بجيبهم يتمرنوا معايا من لا. وكان عندنا طارق سليمان ابن اسمه احمد طارق سليمان، ما برضو حارس كويس وحارس متميز. لكن بالترتيب كده يعني مصطفى شوبير افتكر ان انت لما هياخد السنه دي وممكن ياخد السنه الجايه اكتر وممكن تدي له ماتشات في الدوري هيشيلك وهيبقى كويس قوي ويبقى ده مكسب طبعا للفريق الاول بالنادي الاهلي. كابتن بلال، تغييرات النهارده كانت في حدود ضيقه جدا. موسيماني اجرى تغيير النهارده، التغيير الاول كان كهربا مكان عمار حمدي الاصابه، التغييره الثانيه كان خروج وليد سليمان وزياد طارق. وزياد طارق برضو مكسب، لاعب صغير بينزل يلعب في ماتشات الشباب مع كابتن عمرو انور، النهارده اجاد بشكل كبير. شوف يعني انت طبعا المجموعه اللي موجوده دي كلها ده فريق تاني للنادي الاهلي، يعني انت بتتكلم في فرقه كامله، ما بتلعب فرقه تانيه بتلعب الماتشات الرسميه ودايما بتشارك بشكل مستمر، ودي فرقه موجوده بيشارك فيها بعض اللعيبه في بعض الاوقات، وفي البعض التاني ممكن ما ياخدش فرص، وفي بعض الاخر انت ممكن تحكم عليه زي ما الكباتن قالوا في بدايه الاستوديو، انك انت النهارده ممكن واحد زي زياد يبقى المدير الفني يعني مستنيه، او مستني مثلا المكان بتاعه يعني يديله فرصه، المكان بتاعه يفضل فيديله فرصه. يعني في لعيبه عندك طبعا امكانياتها وقدراتها عاليه جدا، في لعيبه ممكن تتظلم معاه، يعني علي معلول ده ممكن يظلم اجيال كتيره جدا ولاعيبه كتيره جدا، وضع طبيعي. وفي اجيال كتيره مرت ان في لعيب يبقى لعيب هايل جدا، بس اللعيب اللي بيلعب عليه او اللي بيلعب مكانه امكانياته وقدراته لا تسمح ان هو يلعب، ممكن يشارك في بعض الاوقات. زياد لعيب كويس، لعيب امكانياته كويسه، لعيب بروميسنج يعني مع الوقت اكيد هيتطور، هو لعيب جيد. كهربا النهارده تغييره جيده بالنسبه له، الاقاويل اللي حصلت والحوارات والنقاشات اللي كانت على كهربا النهارده برضو واضح ان كهربا مركز الملعب بشكل كويس.
بشكل عام مباراه جيده للنادي الاهلي، بشكل عام اللعيبه كلها ادت بشكل كويس، بشكل عام اللعيبه النهارده اخذت المباراه بمحمل الجديه ان هم داخلين مباراه اعداد بالنسبه لهم واعداد جيد بالنسبه لهم، فكل واحد كان عايز يبقى موجود في الصوره ويقول للمدير الفني انت قدامك فتره برضو مش قليله تمام، وهيبقى قدامك برضو فتره ثانيه مش قليله برضو في التوقف اللي جاي، فكل لعيب مركز ان هو يبان بالصوره الجيده بالنسبه لي. يعني ده وانا بضم صوت صوتكم النهارده تجربه ناجحه ومفيده للاعبي النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس.